السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهاردة عند خالد حلمي لألعاب الأطفال فوانيس رمضان. بدأ معنا الفانوس من أول 5 جنيه. الأسعار بدأ أصلا من أول 50 قرش وجنيه. هيبيع لكم قطاعي بس بلاش تيجوا يوم الجمعة يا جماعة. العنوان بالتفصيل هتلاقوه متصور في آخر الفيديو. هسيب لكم كمان رقم التواصل طول عرض الفيديو. ما تنسوش لايك وشير ويلا بينا نشوف عرضنا وأسعارنا النهاردة. يعني المخدة دي هتبقى ب10 جنيه. فاهم دي هتبقى ب10 جنيه. المخدة دي دول بتاع رمضان ب10 جنيه. عروسة طمطم اهي ب15 جنيه. مسدس المية ده هيبقى ب10 جنيه. هتبقى ب10 جنيه. بتتحرك ده ب12 جنيه ونص. دي حبل بتمشي وتنور من فوق وهتبقى ب12 ونص. حبل شداد من ورا يا جماعه بتنور وتمشي وب10 جنيه. الوش ده هيبقى ب8 جنيه. قطعي الاسعار. وش زي كده يبقى ب8 جنيه. وش من دول ب8 جنيه. الكاميرا بالساعه ب12 ونص. ده هيبقى ب15 جنيه. برجي ب30 جنيه. مسدس الميه ب3 جنيه ونص. ده ب3 جنيه ونص. اشكال يا جماعه شوك ومعالق وحاجات زي كده ب3 جنيه. ده ب15 جنيه. صوت ونور دي ب7 جنيه ونص. اي كره من دول ب7 جنيه ونص. سبايدر مان ده هيبقى ب10 جنيه. ضرة من دي هتبقى ب2 جنيه. بص يا جماعه وضوء كده وب20 جنيه. الرحله دي بتلف وبتنور وب5 جنيه. واحده ب5 جنيه. بصوا دي اهي دي هتبقى ب6 جنيه ونص بالقطع عادي يا جماعه. فانوس زي كده ب5 جنيه. فوانيس دي هتبقى ب5 جنيه. الفانوس فانوس ده ب5 جنيه. فانوس ده يبقى ب15 جنيه. بيغني وبينور ب15 جنيه. الفانوس ده ب20 جنيه. الفانوس ده يبقى ب30 جنيه. فانوس زي كده ب30. فانوس ده يبقى ب35 جنيه. اي فانوس من دول ب50 جنيه. فانوس من دول هيبقى ب60 جنيه. بس ماشي او شخصيات ب60 جنيه. ليه بينور وبيمشي وبيلف. ده ب7 جنيه ونص. اللي هو النشام ب7 ونص. الطلق ده ب7 جنيه ونص. يبقى ب7 جنيه ونص. الكارت ده ب7 ونص. النشام ده 7 ونص. ده برضه يبقى ب7 جنيه ونص. ده ب7 جنيه ونص. شخشختين مع بعض كده الاثنين ب7 جنيه ونص. ده ساعه وتليفون وحجاره ونضاره ب11 جنيه. دول مسدسين مع بعض ب15 جنيه. زي كده ب15 جنيه. الواحده ب50 قرش. العجله دي هتبقى ب4 جنيه. شخليله ب4 جنيه. وفي بتنور ب5 ونص. 50 واحده ب50 جنيه. يعني الكره واقفه بجنيه. خمس شخصيات ب30. يعني واحد ب6 جنيه. مسدس بابلز ب10 جنيه. ترتق على بعضه وعامل 20 جنيه. 7 جنيه ونص. اللعبه دي ب7 جنيه ونص باشكالها. تمام. الكف ده يبقى ب4 جنيه. دي هتبقى برضه. استاذ عامر الله يبارك لك. كل سنه وانت طيب. شايفه فوانيس معانا بادئه من 5 جنيه كمان النهارده. لا حاجه كله تمام الحمد لله باذن الله. هنشوف كل حاجه. هنشوف معاكم الالعاب والفوانيس برضه. هنبدا بايه معانا؟ في حاجه زي كده مخده رمضان. مخده رمضان عامله كام دي؟ الدسه 120 عامله 10 جنيه. يعني المخده دي هتبقى ب10 جنيه. اشكال منها بقى. اشكال منها. بصوا بناتي وولادي دي هتبقى ب10 جنيه. قطعي عادي بس اللي عايز قطعي ما يجيش يوم جمعه للعلم. تمام. دي هتبقى ب10 جنيه. المخده دي اي مخده من دول بتاع رمضان ب10 جنيه. كلها ليها رجول زي كده يا جماعه بس هي ملمومه متنيه على ورا. في عرايس طمطم ب15. عروسه طمطم اهي ب15 جنيه. حلو قوي دي. تمام. في اشكال والوان. في اشكال منها ثانيه والوان. في طمطم. في مسدس ميه ب10 جنيه. بصوا مسدس الميه ده هيبقى ب10 جنيه. تمام. اشكال عروسه ب10 جنيه. العروسه دي كمان. العروسه دي هتبقى ب10 جنيه. الوش ده 12 ونص. الوش ده اللي هو اللي بيتحرك العين بتاعته بتتحرك ده ب12 جنيه ونص. في البطه 12 ونص. تمشي وتنور. اه البطه دي ب12 جنيه ونص. دي حبل بتمشي وتنور من فوق وهتبقى ب12 ونص. تمام. في تليفون عامل 20. التليفون ده هيبقى ب20 جنيه. ده اللي هو بيدي جرس صح؟ ب20 جنيه. تمام. باشكال العربيه دي ب10 جنيه. بتنور وتمشي. العربيه دي برضو حبل شداد من ورا يا جماعه بتنور وتمشي وب10 جنيه. في وشاشه هي ب8 جنيه. كل ده الوشاش دي ب8 جنيه. قرب لنا كده يا وش. بصوا الوش ده يبقى ب8 جنيه. قطعي الاسعار دي عادي. تمام. بصوا وش زي كده يبقى ب8 جنيه. بص كل ده الوش من دول ب8 جنيه. اشكال منه كتير. بص اهو ده يبقى ب8 جنيه. ورينا اللي معاك البني الجديد ده. ده اللي هو القرد. طيب تمام. في واحد اهو. بص وش زي كده هيبقى ب8 جنيه. ده عامل زي الفايبر. حاجة عالية. مش بلاستيك يا جماعة. ده مش بلاستيك. حاجة تمام جيد. في ايه تاني معانا؟ في حاجة زي ساعة الكاميرا شغالة حقيقي. اه دي كاميرا وساعة شغالة حقيقي. عاملة كام؟ ب12 ونص. دي ب12 جنيه ونص. الكاميرا بالساعة ب12 ونص. تمام. اشكال منها برضه. 15. الطوق ده طوق زي كده. الطوق ده هيبقى ب15 جنيه. البلالين بدأ 4 جنيه. البلالين دي بادئه معانا من 4 جنيه. الكيس اللي ب 4 جنيه ده فيه كام بالونه؟ 25. 25 بالونه ب 4 جنيه. تمام. في ايه تاني معانا؟ كور ب 30. اي كوره من دول ب 30 جنيه. الكور دي ب 30 جنيه. تمام. 3 ونص. ده الواحد ب3 ونص. المسدس الميه ب3 جنيه ونص. بس تمام. على بعضه ده. ده ياخد الست على بعض. تمام. في حاجات بالقطعه وفي حاجات بتاخدوا الباكت على بعضه كده. في الصابون. بص الصابون ده باشكاله بقى يا استاذ خالد. يعني في منه الشكل اللي عامل كام ده؟ 3 ونص. ده ب 3 جنيه ونص. اشكال يا جماعه شوك ومعالق وحاجات زي كده. واللي هو ده عامل كام؟
3 جنيه ده ب 3 جنيه تمام واللي هو الدباديب ده عشان نخلصه ده يبقى ب 5 جنيه على حسب الشكل معانا حاجه زي كده ده صوت ونور 15 بصوا ده صوت ونور يا جماعه عامل كام 15 ايوه بصوا اهو عامل 15 جنيه انا مش عارفه بس اتك عليها عشان كتير بصوا اهو ده ب 15 جنيه صوت ونور اهو ب 15 جنيه صوت ونور تمام 7.5 دي 7.5 دي ب 7.5 دي اللي هي بتنور تمام بتضم تمام دي ب 7.5 اي كره من دول ب 7.5 ايوه تمام في معانا تاني في سبايدر مان شخصيات سبايدر مان ده بينور عامل كام ده 10 جنيه بصوا سبايدر مان انا مش عارفه بينور من ايه سبايدر مان ده هيبقى ب 7.5 ولا ب 10 10 ب 10 جنيه بصوا سبايدر مان ده هيبقى ب 10 جنيه من ورا يا جماعه في زرار ورا تمام حلو قوي شخصيات 2 جنيه 25 كارت تمام النضاره من دي هتبقى ب 2 جنيه بس هياخدوا الكارت على بعض الكارت على بعض النضاره من دي هتبقى ب 2 جنيه اسعار كده بادئه معانا 2 جنيه من اول دلوقتي في ايه تاني معانا بكام ده جمله جنيه البوني ده عامل كام قلنا؟ بكام جنيه ده؟ حاجه زي كده البوني اللي انت شلته ده بكام؟ البوني بجنيه بجنيه يعني ياخده واحد عادي ايوه البوني ده هيبقى بجنيه هتاخدوه بالقطع عادي اي بوني بتاع شعر من ده بجنيه تمام في ايه تاني معانا؟ المسدس ده عامل كام ده؟ ده ب 20 ده ب 20 جنيه ده صوت يا جماعه وضوء كده وب 20 جنيه تمام اهو ده ب 20 جنيه بيطلع ضوء من هنا ومن عينيه وب 20 جنيه تمام بص اهو عشان يبان معاكم بس ده ب 20 كده بصوا النحله دي 5 جنيه النحله دي بتلف وبتنور وب 5 جنيه 5 جنيه بياخدوا بس الكيس على بعض ولا بالواحده؟ اللي هم عايزينه يعني اللي بالواحده عادي دي بالواحده ب 5 جنيه تمام اهي اللي هي زي كده الواحده من دي هتبقى ب 5 جنيه في ايه تاني معانا؟ خدي شوفي ايه جايه اهي بصوا الكرة اللي هي الضغط يا جماعه العنب عامله كام دي؟ 6.5 6.5 بالقطع عادي ورينا ايوه بصوا دي اهي دي هتبقى ب 6 جنيه ونص بالقطع عادي يا جماعه اهي ب 6 جنيه ونص تمام الفوانيس بدأ معانا من 5 جنيه بصوا الفوانيس هتبقى ب 5 جنيه الفانوس زي كده ب 5 جنيه حلو قوي بصوا الفوانيس دي هتبقى ب 5 جنيه الفانوس نص في نصين زي بعض مع بعض كده اهو فانوس زي كده ب 5 جنيه اهو عشان ينور معاكم بس الفانوس ده ب 5 جنيه يا بلاش تمام في ايه تاني معانا؟ الفانوس بدا 15 الفانوس زي كده بادئ معانا 15 بص اهو الفانوس ده يبقى ب 15 جنيه بيغني وبينور ب 15 جنيه في اشكال وده عامل كام طب ورينا ده ده عامل كام ده محمد صلاح ب 20 الفانوس ده ب 20 جنيه في ايه تاني معانا؟ في ضوء الثلاثة دول واحد اثنين ثلاثة 30 طب ورينا طيب واحد منهم اهو اللي هو ده اهو بصوا الفانوس ده يبقى ب 30 جنيه فانوس زي كده ب 30 تمام اتفضل يا عسل ده ب 30 برضو 35 ده حلو قوي ده الفانوس ده يبقى ب 35 جنيه حلو قوي ده تمام تسلم ايدك في حاجه تاني معانا في الاشكال بقى اقفلهم بقى بعد اذنك ست اشكال ده ست اشكال ب 50 ده ب 50 جنيه اقفل لنا ده بص ده يبقى ب 50 جنيه ايوه اي فانوس من دول ب 50 جنيه تمام في شكلين الشكلين دول 55 البطه دي وفي حاجات كده 60 البطه دي ب 55 الفانوس ده ب 60 ده بيلف عشان اقول لهم بس هي دي مره تتشال ايوه بيمشي اهو بص اهو ده قلنا بكام؟ ب 60 شيل لنا البقره دي كده يا استاذ عامر بصوا اي فانوس من دول هيبقى ب 60 جنيه بس ماشى او شخصيات ب 60 جنيه تمام وبيمشي ويلف بيمشي وبيلف تمام 60 جنيه وكابتن امريكا برضو أهو. كابتن امريكا برضو 60 برضو ايوه تمام وروني معلش هاتوا كده اهو بص طيب تمام كابتن امريكا ده برضه هيبقى ب 60 جنيه بينور وبيمشي وبيلف ب 60 جنيه تمام انا عايزه واحد في ايه تاني معايا؟ حاجه زي كده 7.5 ده الكبير ده 25 ونص ده ب 7 جنيه ونص اللي هو النشام ب 7.5 ادي التليفون تمام يوسف والخرز ده عامل كام؟ 7.5 ده اللي هو الخرز يا جماعه ده عامل 7.5 ده مش خرز ده اللي هو الطلق صح؟ قول شويه كده الطلق ده ب 7 جنيه ونص تمام في ايه تاني معانا؟ في حاجه زي كده دي العظم عامله كام العظم دي؟ بصوا اهي دي العظم دي ب 12.5 تمام 12.5 اهي العروسه دي عظم يا جماعه وعامله 12 جنيه ونص في سيرة السمك 20 دي ب 20 جنيه تمام ب 20 جنيه في حاجات زي كده ب 7.5 حاجه زي دي برضو
هتبقى بسبعة جنيه ونص. الكارت ده بسبعة ونص حاجة زي كده، سبعة ونص حاجة زي دي، سبعة ونص النشان ده سبعة ونص. والكور ده عامل كام؟ حاجة زي كده سبعة ونص. تمام. والكارت ده برضه هيبقى بسبعة جنيه ونص. ما تجوش يوم جمعة لو عايزين قطاعي، عشان الجمعة بيبقى أغلبه للجملة. وده عامل كام؟ سبعة ونص أهو. ده بسبعة ونص برضه؟ ده بسبعة جنيه ونص. سبعة ونص. وشخشختين مع بعض كده الاثنين بسبعة جنيه ونص، يعني واحدة بثلاثة جنيه ونص. حاجة زي كده 11 جنيه. ده ساعة وتليفون وحجارة ونضارة ب 11 جنيه. الاثنين مع بعض دول 15. دول مسدسين مع بعض ب 15 جنيه. اتنين مع بعض ب 15. وفي ده 15. وفي كارت زي كده ب 15 جنيه، معاه القنبلة والسيف والكلبشات كل حاجة. مطبخ اتنين دور. مطبخ اتنين دور عامل كام؟ 30. ده ب 30 جنيه، مطبخ اتنين دور وعامل 30 جنيه. حلو قوي ده. في حشرات، الكيس كله فيه 20 وواحدة ب 10 جنيه. يعني واحدة ب 50 قرش. أيوه. ده اللي هي بتكبر في المية. ده كيس واحد يملأ إزازة. الكيس يملأ إزازة. وده اللي هي بتكبر في المية وعامل 10 جنيه. الكيس كله. الكيس كله ب 10 جنيه، يعني الواحدة ب 50 قرش. حلو قوي. في القنبلة اللي بتفرع دي. القنبلة دي. أنا أخدت منها المرة اللي فاتت دي. دي بدل الصواريخ دي. يعني. دي تبقى بديل للصواريخ في رمضان وعاملة 20 جنيه، صح ولا أنا غلطانة؟ أيوة 20. 20 جنيه. يعني الواحدة ب 50 قرش، صح؟ مش بتمن صاروخ برضه. دي زي الصواريخ يا جماعة اللي طالعة جديدة، ودي ب 20 جنيه فيها 40 قطعة. تمام. في إيه تاني معانا؟ في حاجة زي كده عجلة ب 4 جنيه. العجلة دي هتبقى ب 4 جنيه. حلو قوي. عجلة وسخليلة. عجلة وسخليلة ب 4 جنيه. وفي بتنور ب 5 ونص. وفي اللي بتنور ب 5 ونص، الكيس على بعضه ده. أيوة. ده الكيس على بعضه. أيوة. عشان أنا فاكرة من المرة اللي فاتت. في شبكة بجنيه. الشبكة الكرة دي بكام؟ فيها 50 واحدة ب 50 جنيه. 50 واحدة ب 50 جنيه، يعني الكرة واقفة بجنيه. بجنيه. حلو قوي. في الشخصيات دي كلها ب 30. يعني دول خمس شخصيات ب 30 جنيه. خمس شخصيات ب 30، يعني واحد ب 6 جنيه. ايوه. بس بينوروا أو حاجة ولا لا؟ لا بينوروا. لا بينوروا؟ طيب تمام. حاجة زي كده. ده مسدس مية. 10 جنيه. بلالين بابلز. نجربه له. نجربه له. نجربه له. بصوا كده، ده اللي هو البابلز يا جماعه. ايوه حاجه عايزه واحد كمان. ايوه واللي عايز يعرف طريقه البابلز ازاي يقول لي في التعليقات، وانا اقول لكم ازاي يعمل معاكم بعد ما يخلص، لاني جربت الشاور والشامبو وكل حاجه ما عملش، عرفت الطريقه الصح اللي تخليه يعمل بابل كتير قوي كده. بصوا حلو قوي ده. ده هيبقى بكام قلنا؟ 10 جنيه. ده بصوا اهو المسدس ده هيبقى ب 10 جنيه. مسدس بابلز ب 10 جنيه. حلو قوي ده. تمام. مش الصغير ده، الكبير يا جماعه وعامل 10 جنيه بس. الكبير الصغير ب 7 ونص. تمام. تسلم ايدك. حلو قوي ده. تمام. في ايه معانا تاني؟ في حاجه زي كده ب 20. بصوا مطبخ زي كده كامل، وده هيبقى ب 20 جنيه. حلو قوي ده ب 20. حاجه زي كده ب 20. حاجه زي ده برضو، ده كارت على بعضه وعامل 20 جنيه. حلو جدا ده 20 برضو. كارت كله ده 7 ونص. يعني اي واحده من دول، دي الالعاب المائيه دي. ايوه 7 ونص. دي ب 7 جنيه ونص، اللعبه دي ب 7 جنيه ونص باشكالها. انا شايفه ده 7 ونص. شكل تاني زي كده، ده هيبقى ب 7 جنيه ونص. تمام. ده اللي هو بيعمل صوت الكف ده. ايوه. وعامل كام ده الكف ده؟ 4 جنيه. ب 4 جنيه قطاع عايز. ما تزعليش حد. بصوا ده هيبقى ب 4 جنيه. تمام. الكف ده يبقى ب 4 جنيه. تمام. تسلم لي يا استاذ عامر. في ايه تاني معانا؟ حصالات ب 4 جنيه. بص الحصالات اللي زي كده بالقطع عادي. ما تزعليش حد. ده صاج يا جماعه مش كرتون. وهتبقى ب 4 جنيه. الحصاله من دي هتبقى ب 4 جنيه. حلو قوي. الكبيره دي عامله كام؟ 7 ونص. بص الحصاله دي. بلاش. والله يا بلاش. مفاجأة أولاد حلو. بص الحصاله الكبيره دي كلها معدن ب 7 جنيه ونص. حلوة جدا دي ب 7 ونص. ما تزعليش حد. تمام. كارت الدكتور ب 25 يا بلاش. كارت الدكتور ده كله هيبقى ب 25 جنيه، كبير كارت كبير جدا برضه. 25. 25 جنيه، تمام. في معانا السلايم اللي زي كده. عامل كام ده؟ العلبة ب 15. العلبة ب 15 جنيه، ده السلايم الكبير والعلبة بتاعته ب 15 جنيه. تمام. وفي بازل ب 10. في البازل ده. ده هيبقى ب 10 جنيه. في سلايم كان نوع تاني غير ده برضه. في اللي في الدستين ب 15 برضه. موجود برضه؟ تمام. دستين ب 15. النضارات دي 5 جنيه. النضارات دي هتبقى ب 5 جنيه. اي نضاره من دول هتبقى ب 5 جنيه. يا معلم. بقول لك يا صياد السما. عامل كام ده؟ 50. ده يبقى ب 50 جنيه. ده اللي هو الوسط وفيه الكبير صح؟ ايوه. تمام. المكياج ده 35. ده ب 35 جنيه المكياج. ايوه. والشخصيه اللي هي بتاعت مطاف 100. دي بتشتغل ايه، شحن ولا ايه؟ حجاره. حجاره ب 100 جنيه. عربية مطافي ب 100. في عروسة وبنتها 25. دي العروسة وبنتها ب 25 جنيه. هي وبنتها. تمام. في ملاهي 75. الملاهي دي يا جماعة هتبقى ب 75 جنيه. حلو قوي.
بصوا انا طول ما احنا ماشيين كده هتلاقوا العاب كتير حاجات زي كده 15 هتاخدوها بالقطع عادي ولا الباكت على بعض؟ انا وإلسا هي واختها 15 تمام بصوا اهي تشوفوها معانا انا وإلسا دي هتبقى ب 15 جنيه في العظم بتاعتها اهي في كمان العظم 15 العظم دي برضو هتبقى ب 15 جنيه ايوه اهي بصوا انا وإلسا العظم ب 15 جنيه ودي هتاخدوها بالقطع عادي برضو تمام في عربية بتحول انسان آلي العربية المحولة دي 55 دي هتبقى ب 55 جنيه العربية دي تمام بصوا احنا النهارده كنا فين بقى كده خلصنا لكم بعض اشكال الالعاب الموجوده احنا على طول بنصور هنا في حاجه كتير يمكن ما جبناهاش اما تيجوا هتشوفوها احنا النهارده كنا عند خالد حلمي العنوان بالتفصيل هينزل لكم بنصور حالا وهسيب لكم كمان رقم للتواصل طول عرض الفيديو لينك التليجرام اول تعليق ما تنسوش لايك وشير واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله هنيجي بقى العنوان احنا موجودين فين في القاهره في شارع بورسعيد اللي هعمل لكم عليه زوم دلوقتي ده كوبري الازهر لو انتوا جايين من العتبه هتبقى اقرب محطه مترو ليكم العتبه وتركبوا ميكروباص قولوا عايزين ننزل عند جامع البنات اللي انا عامل لكم عليه زوم ده هينزلكم تحت كوبري الازهر زي ما انتوا شايفين كده هتفضلوا ماشيين في شارع بورسعيد لحد كوبري المشاه اللي انا بصور لكم من عليه دلوقتي ده اسهل عنوان ليكم وبصوا زي ما انا بعمل لكم زوم كده هتنزلوا عند كوبري المشاه هنلف كده على طول لو انتوا جايين كمان من درب البرابرة بصوا هلف لكم كمان هنا ده درب البرابرة برضو من قلب العتبة لو جايين من درب البرابرة هتخرجوا من عند سنتر السني اللي انا بعمل لكم عليه زوم ده الشارع بتاع درب البرابرة انا بديكوا علامات مميزة وكل الطرق هنزل بقى اكمل تصوير من تحت كده احنا هنمشي لحد محل عصام عمر اللي عملت لكم عليه زوم ده في قلب شارع بورسعيد زي ما انتم شايفين هنزل اكمل تصوير من تحت واوريكم كمان ده محل عصام عمر اللي مشينا لحده احنا جينا دلوقتي من عند جامع البنات وكوبري الازهر هنفضل ماشيين لحد عصام وعمر هنلف نلاقي في ظهرنا ده كوبري المشاه اللي كنت بصور لكم من عليه دلوقتي قلت اصور من فوق عشان يبان معاكم ويوضح العنوان ولو انتوا جايين من محطه مترو باب الشعريه هتيجوا من قدامنا من هنا هتفضلوا ماشيين برضو من عند محطه مترو باب الشعريه لحد كوبري المشاه زي ما انتوا شايفين كده انا بديكم كل الطرق اللي توصلكم عند ممر الشابوري احنا هندخل من جنب عصام وعمر ومن جنب كمان سلم المشاه زي ما انتوا شايفين وهتسالوا على ممر الشابوري كمان هتوصلوا هنمشي من جنب كده كوبري المشاه زي ما انتوا شايفين لحد ما هنقابل محل الزعيم محل الزعيم ده بتاع ملابس زي ما انتوا شايفين احنا هندخل من جنبه على طول ده اسمه ممر الشابوري هندخل ونفضل مكملين كده زي ما انتوا شايفين انا بحاول اديكوا علامات مميزه هتخليكم ما تسالوش اي حد وتوصلوا بكل سهوله هنفضل مكملين وهنمشي على طول مش هنحود يمين ولا شمال زي ما انتوا شايفين كده بصوا هنفضل مكملين هيقابلنا اول ممر على طول الممر اليمين ده اللي كان موجود فيه كمان محل مندل المكياج هنكمل وهنمشي بعده على طول زي ما انتم شايفين كده ما حودناش خالص هيقابلنا محل مكياج زي ما انتم شايفين على اليمين وهننزل سلمه وهنلاقي مكرونه ابو ياسر على الشمال احنا هندخل يمين على طول قدام مكرونه ابو ياسر عند مول السني هو موجود في الدور الارضي زي ما انتم شايفين كده ورقم التليفون كمان هسيبه لكم موجود طول عرض الفيديو على الشاشه ما تنسونيش بقى في اللايك واشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.